بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بارئ النشم والخالق من عجم، مفيض النعم ومانح القشم، الذي علم باللسان والقلم وانزل الاحكام والهم الحكم. له الحمد من اجل وقزم، وله الشكر اذ هو مول الالاء والنعم. بعث الينا رسولا من انفسنا أنفس العرب والعجم، فعلم وهذب وزكى وربى وعلم، صلى الله عليه وعلى آله، وزاد فبين وتمم. أثنى عليه الحق تبارك وتعالى بأنه على الحق المبين ويهدي الصراط المستقيم، وبأنه على الخلق العظيم، وزاد فخلد على لسانه وببيانه وحيا أهدى إلينا الاستبصار كاملا والتبصير متمما هائلا، ولقنه أن يقول في الناس وللناس معلنا قائلا: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فاللهم صل عليه صلاتك التي صليت عليه، وسلم عليه سلامك الذي سلمت عليه، وجعلنا من خير المصلين والمسلمين عليه، وجعل صلاتنا عليه باب للخيرات والمبرات ومنجاة من الآفات في المحيا والممات، ومخرجة لنا من الظلمات الثلاث: ظلمة الوهم، وظلمة الظلم، وظلمة الإثم. اللهم إنك أنت النور فنور بصائرنا بنور معرفتك، وأنت الحق فثبت أقدامنا على صراط هدايتك، وأنت الغني فأغنى بفضلك عمن سواك، عونك اللهم فيما نحاول، وعفوك عن الزلل المداخل، ومددك الممدود لكل متعرضين متوسل شائل. وبعد، فقد انتهى بنا النظر في المقدمات الموطية لمحرر ابن عصية. انتهى بنا إلى الفصل أو الباب ثالث من الأبواب التسعة، سبق القول في عناوينها مجملة. والفصل الثالث هذا يخص مباحث ثلاثة أو عقد لها، وهي مبحث مراتب المفسرين، ومبحث الجرأة على التفسير، ومبحث مصدر التفسير ومنشأه. ونذكر بالخلاصة لنستمر، وقبلها نذكر بسر الوصل، وصل هذا الفصل الثالث بالفصلين من قبله. الفصلان من قبله هما فصل الفضل، فضل القرآن حمله في لاوته، ثم فضل تدبره وتفسيره، إلى فصل التفسير ومراتب القائلين فيه. وجه الصلة أننا ننتقل من الفضل إلى أهل الفضل، بحيث فضل التفسير، فضل التدبر، إلى مقامات المتدبرين، وهل هم شواء، وكيف حصل التفسير أولا، الذي قلنا فيه أنه أرصدة المتدبرين. تفسير شنو؟ تفسير المجتمع، رصيد المفسر من تدبره في الكتاب. وقلنا أول المتدبرين بالإطلاق وباتفاق هو من تنزل إليه الكتاب، لأنه الذي أمر كما أمر بقراءته أمر بتدبره، فهو داخل في أمته التي أمرت ليتدبروا، وجعل هذا غاية إنزال الكتاب، فكان صلى الله عليه وسلم أول المتدبرين. إذن هو صلى الله عليه وسلم تدبر الكتاب وأخبر أمته بحكمته، إنه يعلمهم الكتاب والحكمة، والحكمة تأويل الكتاب وحصيلة تدبره. فقد أفادنا صلى الله عليه وسلم بتفسير ما فسر من الكتاب حكم النبوءة حين تنظر في المنزل من أنوار الكتاب. هنا يجيء سؤال: كم فسر النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب؟ ولذلك كان الهم الأول سيدنا ابن عطية هو بيان أن النبي لم يفسر من الكتاب
لم يفسر القرآن كله، لأنه لو فسره كله لصار تفسيره توقيفا منه صلى الله عليه وسلم وانتهى القول في التفسير، لأنه لا كلام مع كلام رسول الله ولا بعد كلام رسول الله. نساء صلى الله عليه القرآن كله. وهنا جاء حديث عائشة رضي الله عنها وفيه كلام في سنده، هو النبي صلى الله عليه وسلم يفسر القرآن إلى آية بعجج علمهن إياه يا جبريل. ثم حديث من قال في القرآن بغير علم فليتبوا قدمنا، هو حديث حسن ماشي الاستدلال. ولذلك حصل من مثل هذا الحديث الذي فيه وعيد القول في القرآن بغير علم أن تورع جملة من الصحب وجملة من التابعين لهم بإحسان عن القول في القرآن بإطلاق، هذا قول منهم تورعا وشدا خوفا من القول على الله بغير علم. وعلى رأسهم الصديق أبو بكر ورزت الرواية وقل عنه النقل في مجال التفسير. أي أرض تقلني وهي سماء تظلني إذا أنا قلت في القرآن بغير علم أو برأي، حين سئل عن الأب أبا في قوله تعالى. وفي التابعين اشتهر عامر بن شراحيل الملقب بالشعبي، فهو أيضا لا يجرؤ على التفسير، كان من المتورعة لأنه كان يمر بالمسجد فيجد باذام، وكان أحد المفسرة فيأخذ بأذنه يفتلها يقول له تتحدث في التفسير وأنت لا تحفظ الكتاب، كان يزجر بمثل هذا. وأيضا سعيد بن المسيب صهر أبي هريرة هو من هو في الرواية والدراية ومع ذلك لم يكن يجرؤ على التفسير. ولذلك سيدنا ابن عاصية يعني غمز أولئك الذين يتسورون، اسمهم المتسورة، وعنوان بالجرأة على التفسير في الصدر، متسورين وملقائين في القرآن بمحض الرأي وقائل بمحض رأي مفتري، وجلة تورعوا للخطر. أشفق لنا قلنا لكم جملة تورعوا للخطر. والأكثرون أكثر يعني آخرون تسموا المفسرة من المعتجرة والمفسرة والمتسورة، متسورون الذين يدخلون من غير الباب، تسوروا المحراب دخلوا من فوق الصورة، مثال المعجزة، دخلوا من غير الباب، من ذلك أوجس منهم خيفة، الداخل من غير الباب يشبه أن يكون لصا. المتجسرة هم القائلون بمحض الرأي. وقلنا بأن حد القول بالرأي الجائز والرأي غير الجائز نقوله تسميما إن شاء الله، من الذي يقول بالرأي الذي لا يجوز القول به في القرآن هو الذي لا يراعي النقل بإطلاق ولا يراعي العقل ذي الثقل، معنى ذي الثقل الذي له سند من لغة الكتاب إنه نزل بها، نزلنا القرآن عربيا، ولا من بيان الكتاب ونظمه الذي تنزل به وكان معجزته، لأن الإعجاز آية القرآن، آيته الإعجاز وغايته الهداية بامتياز. أقول على هذه الحريفة الكلمة الصورة رأى مفيدة مداخل للفهم. فالذي يتجاوز النقل والعقل المدعومة بسند من لغة الكتاب وبيان الكتاب هذو متصورة، ويدخل فيهم ألقاء الباطنية من المفسرات الذين يقول الباطنية من مثل الإسماعيلية والروافض ممن قالوا في القرآن بمحض الرأي، قالوا فيه ضد على لغة الكتاب، تجاوزوا أوضاع اللغة وأعراف أهلها ودقائق بيانها وقالوا بقال بعيدا عن كل ذلك، وتجاوزوا النقل عن الأعيان، تجاوزوا علم اللسان وعلم البيان والنقل عن الأعيان من المفسرة لهما أصل في الباب. إذن إذا قلنا بأن رسولنا هو المفسرين فكم فسر؟ فسر آيا من الكتاب، قلنا جملة لا بأس بها والتي تعد حتى لو تجاوزنا في الإسناد إلى نحو سدس الكتاب في إحصاء الأخير في الموسوعة الأثرية المرفوع من التفسير بما فيه الموضوع، لا يصل إلى أن يبلغ 950 آية
من 6234 آية. إذن ما ترك ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم كثير. من جهة لعلمه بأن جملة منه تفسر بكلام العرب، وهؤلاء هم فصحاءهم بين يديه، فتفسير المفسر عبث، هؤلاء هم أولى به. وقد دعوا تعبدا في القرآن لتدبره لإعمال النظر فيه. شو واحد إلا قادر يعمل النظر ويستخرج المعنى، وعلمتيه أنت هذاك النظر، أنا وقفتيه عن أن يتدبر، حبستيه. ولذلك سيدنا ابن عطية فسر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن بأنه مخصوص بأمور، أولها مغيبات الكتاب، آية الشهر، أنباء الغيب الماضي، وثانيها بيان المجمل فيما يخص العبادات، مناسك الحج، صفة الصلاة، أوقات الصلاة أعدادها أعيانها، انصباء الزكاة، أنواع المال المزكى، أشياء كلها سنته. إن هذه أشياء من قسمي. ثم هناك قسم ملحق بهذا، وما ما يتوقف على التوقف، معنى ما لا يجري فيه الرأي، وهو ما وكل إليه صلى الله عليه وسلم أمر بيانه. فقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، هذا مجمل، لتبين لهم باللفظ بلاغا. النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ القرآن من بيانه، فإذا البلاغ يعني البيان، بلاغ من البيان، ولتبين لهم بالإيضاح، محتاجة إلى إيضاح منك بما أنك واسطة في بيان الشرع. هذا يخص العبادات ويخص مسائل الغيب وما لا سبيل لفهم العقل باستقلال فيه. إذ النبي فسر بالأصالة والصحابة تبع له في ذلك، تتلمذوا عليه وترك إليه مجتهد. وقلت لكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يفسر من القرآن ابتداء، هو يفسر الصحابة كلها نسأله. ومتنا لكم بأمثلة منها قوله صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة ذر أتدري يعني أين تغيب الشمس أو أين تغرب الشمس كما في الحديث. وأحيانا يفسر النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤال، عن سؤال يسأله، هو يسأله أحد الصحابة فيجيبه، أو يستدرك على صحابي في الفهم كما استدرك على عدي بن حاتم في مسألة الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وهذا سبق مثاله. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على هذا اللون من ألوان الاجتهاد في تفسير الكتاب، فكان يقول لأبي ليهنيك العلم، ليهنيك العلم وأبي المنذر. النبي صلى الله عليه وسلم قال له أتدري أعظم سورة في الكتاب؟ فقال له فاتحة الكتاب يا رسول الله. فقال لي هنيك العلم، يعني هنيئ لك بالعلم، حتى لو كان العلم جدل يعني بإمكاني أن يهنئك لهنأك على هذا المستوى الذي ارتقيت إليه في الفهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم ودعا للفتى الحبر ترجمان القرآن وهو في 13 من النبي صلى الله عليه وسلم، مات وعمره 13، قال وأنا أحفظ المفصل فقط. وكان النبي يقول اللهم علمه الكتاب، وفي رواية علمه التأويل، فيعلمه الكتاب والحكمة، كتاب النص ليحفظه، وكان من حمالة الكتاب والحكمة والفهم فيه. وعرف الصحابة لهذا الدعاء النبوي مقامه ومكانته، فكانوا يدعونه فعلا ويرون آثار الاستجابة فيه، فالقبوه بترجمان القرآن. وقال في الإمام علي كأنه ينظر إلى الغيب من ستر رقيق، والغيب المراد به الوحي، يفسر القرآن تفسيرا فائقا. هذه شهادة الإمام علي ومن الصدر المؤيد في باب التفسير، لأنه من أهل التخصيص. رخصكم صلى الله عليه وسلم بشيء قال وفهم يتهو أحدنا، هو يعني نفسه ويؤرج، قالوا التخصيص. وهو خصوا لأنهم أوعية علم من جهة الرواية ومن جهة الدراية، يبدأوا بالقرآن كما عندكم هناك، ثم يتبعوا التفسير، ثم يبدأوا بالعربية وأخبار العرب، كل هذا الشيء يأخذ عنه، ويفيد عليه الوفود من خارج مكة بل من أقطار بعيدة. والرواية المعروفة لوفود نافع
عليه، مش مبي مسائل من الأزرق، نافع من الأزرق، الذي جاء يسأله ويستوثق ويسأله ويسأله ويفسر عن شاهد ذلك من شعر العرب، ولتعرف العرب ذلك. فكانوا يشبعوا كل جواب منه بشاهده من اللغة. المسائل هذه مدونة بأساندها وأفرجت بالتأليف، ونظر في أساندها ونظر في حقائقها. وآخر من نظر فيها بنت الشاشي، كانت هنا وأجرت فيما سمي بالإعجاز البياني قسم منه، ونظرت في بعض نسخ هذه الرواية وصححت ما أمكنها أن تصححها، وهي مشكورة في الجهد الذي بذلته. الشاهد فاضلة، كان هشام في مناهج البياني في الكتاب، ولن نغمصها حقها. قلت: ما فسر النبي كله فلا تصورا بالرأي فيه وانقلا، فنقل بمحض رأي مفتري. الذي ينقل بمحض الرأي الذي يبنى على الهوى لا يبنى على رأي تقتضيه اللغة ويقتضيه الخطاب. إذا قال ابن عطية: فإذا قال اللغويون بما تقتضيه اللغة، والمعربون بما يقتضيه الإعراب، والإخباريون بما يقتضيه القصص المحصل المحقق منه، فقال: هذا ليس من أهل الرأي الذي يذم ولا يحمد، فقائل بمحض رأي مفتري، وجلة تورعوا للخطر. هذا لم يتابعوا لله الحمد، هذا يعني يحسب لهم هذا التورع، ويذكر الذين يتصورون بأن هؤلاء على جلالة قدرهم يحتاطوا لأنفسهم، ولكن مع وجود من ينوب عنهم في المقام، لأن هذا النوع من أنواع التبليغ لمن قدر عليه واجب، خصوصا إذا خلت زمن من قائل في التفسير. كيف نحن نطالب بتدبر الكتاب كله وفهمه كله ولا نجد مما فسر منه إلا، والواقع أيضا شاهد، وهو المنقول من تفسير المصطفى صلى الله عليه وسلم صحان قليل، وبعض الأطروحات اليوم مش ماشي أطروحات أو الدكتوراه كتبت في التفسير المرفوع إلى آخره، فما حصل لها بعد تحصل إلا نحو من 100 أو تزيد قليلا ما سلم إسناده في الظاهر. المفسرة من صحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أخذوا عنه واعتمدوا في فهم الباقي على ما تعطيه لغة الكتاب ونظم الكتاب وعلى ما يلهمه الله إياهم بما هم في مقامه، وهذا إن شاء الله سيجيئنا في مآخذ التفسير، من أين يأخذ المفسر مدده، علم اللسان، علم البيان، المأخوذ عن الأعيان، علم صفاء الباطن، نور الاتقاء، نور التقوى، ما يسمعه العلم بالموهبة نتيجة الصدق مع الله، واتقاء المعاصي المكثرة لأنوار القلوب وصفائها عند النظر في سر الكتاب. من يتقين تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، قال: من تتقوا فيما تعلمون يعطيكم فرقانا وبيانا فيما لا تعلمونه. هذا وعد بالارتقاء في الفرقانية بسبب الاتقاء، وهو سلوك عملي إلى فهم نظري يبدو، وهو منه مدد منه. ولذلك كان بعض أهل العلم إذا عصيت عليه استعصت عليه مسألة من مسائل النوازل أرسل بها إلى من هم في طهور الجهاد والأربصة من المتعبدين من أهل العلم، ويستدل بقوله: الذين جاهدوا فينا لنهدينهم. كانوا يلمحوا فيها الاستهزاء بها بأنظار هؤلاء لأنهم أرقى وأورع وأتقى. قال لي شي واحد بس يتكلم، قال لي: سيدي احنا لن نتابع احدا، سنجتهد كما اجتهد الذين من قبلنا. قال لي: نعم، لو استوينا معهم في أهلية الاجتهاد لفاتونا بالتقوى والورع، فكيف نصل اليه؟ شوف هذا يا سيدي، ننظر كما نظر الامام مالك وتفكر سفيان ونفعل كما فعل ابن عيينة. يقول له: هب هب هبك
قد بلغت مستوى من المعرفة، وهذا فيه دونك وإياه خرط القتاد كما يقولون. فإن بينك وبينه في الجانب الآخر أمور أخرى، فإن كان من الذين لهم نسب الصلة صحب وتابعين وتابعين لهم هذا القرب، ولذلك رتبونا. فمراتب المفسرين من جهة بحسب القرب والآلية وهما مع بعضهم. صحابة الذين تصدروا للتفسير لا يشق لهم غبار في الآلية، لا تضع آليتهم كما يقولون في محل الطعن أو تحل اشتباه أو الريبة أبدا. فعلي وهو من هو، وسيدنا عبد الله بن عباس وهو من هو، عبد الله بن مسعود كنيف العلم، من آمن أحب أن يقرأ القرآن غضا طرين كما نزل فيقرأ بقراءته وما عبد قراءة مفسرة مبينة. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي بن كعب المهنئ بالعلم، وزيد بن شابس الذي كان لما التقى بسيدنا بن عباس في رواية يعني أخذ برجليه حتى استوى على الفرس، فأخذ زيد يد بن عباس وقبله فقال له يعني هذا، قال له هذا هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا، فقال له الآخر هكذا أمرنا أن نصنع بآل بيت رسولنا. شكدير عرفان الفضي سببا ونسبا. الأجيال الموصولة بهذه الصلة الباصنة التي تدل فعلا على أنهم كانوا يرعون الميثاق، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون وأنا ربكم فاعبدون. الوحدة والتوحيد ما بعضهم تلقي تجي شي وحدة وما كاين توحيد علامة استفهام، وتوحيد بلا وحدة الفوضى تروبيل. أنا الواحد المفرق المشتت، ما توحيد هذا؟ وحدة الله توحيد الله وتوحيد الصف تحيمين. وقديما قلت أمتكم واحدة عقيدتكم واحدة منهجكم واحد، فكيف تختلفون؟ لا ينبغي أن نقول اختلاف في أمة التوحيد، هذا الأصل. ما الاختلافات الاجتهادية فهذا غنى، مظهر ارتقاء، مظهر رفق. والذي يرى أي اختلاف مشوش على الأصول هذا قاصر الرتبة ساقط الاعتبار. إذن الصحب الأوائل الذين مارسوا هذا الفضل المسمى بحكمة الكتاب وتدبر الكتاب وحفظت هذه تفسيراتهم في النقول المسندة هم أولى، ثم هم الذين تصدوا لتعليم من بعدهم يسمون بالتابعين. ولذلك ظهر في المدارس الثلاثة الكبرى مدرسة مكة ومدرسة المدينة ومدرسة العراق كوفتها وبصرتها، ظهرت هؤلاء يعلم. لأن سيدنا عبد الله بن عباس مشى ذهب إلى الكوفة أخذهما عمار بن ياسر حين عين من طرف الفاروق في خلافته ليكون أميرا، فأخذ معه أو بعث معه عبد الله بن مسعود ليكون وزيرا، يعني وزيرا ومستشارا ومفسرا هناك. فقامت المدرسة القرائية ومدرسة التفسير معا، وتخرج من الأئمة الكبار يعني تتلمذوا عليه مسروق بن الأجداء وإبراهيم النخعي وغيرهم من أئمة الكوفة وعلقمة. ثم كانت مدرسة مكة وهي أولها، واعلموا الأنسي بالتفسير هم أهل مكة بلا نكير، هم أهل مكة الأوائل، أعلموا الناس بالتفسير. هم أخذوا عن الحبر سعيد بن جبير والضحاك بن مزاحم وعكرمة ومول بن عباس، هذو كلهم مدرسة التابعين الذين أخذوا عن الصحابة. مدرسة المدينة زيد بن أسلم هذو من التابعين، مدرسة المدينة أخذوا عن أبي، قام صدق زيد لأبي، ومرة بن كعب
ملقب بالطيب في الهمداني الكوفي. قال ما هذا من تلاميذ أبي بن كعب وأبو العالية رفيع بن مهران الذي أدرك 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعندك سيدنا طاووس بن قيشان اليماني الذي كان يلقب بطاووس لجماله، جماله الظاهر والباطن. لقي 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحج 40 حجة، وكان مجاب الدعوة فيما ذكر في تراجمه، ما دعا دعوة فتخلفت، هكذا حفظ وعرف وكتب الواقع واقعها في كتب تراجم الأعلام. مدرسة الكوفة، مدرسة مكة، مدرسة المدينة مدارس، ثم جاءت مدارس تابعين لهم ممن أخذوا عنهم. وفي هذه الفترة، هذه فترة تابعين للتابعين، غادي نجيكم إن شاء الله كيف تعرفوا هذه الطبقات التي تسمى بطبقات القرون الخيرة، هي الأصل في المفسرة الأوائل، طبقة الصحابة باش تنتهي، تنتهي بآخر الصحابة، بآخر من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بالاتفاق أبو الطفيل عامر بن واتلة رضي الله عنه، معمر عمر طويل، ومات في سنة 120 للهجرة. قال بأنه ولد يوم أحد، نعم سنة الثانية للهجرة، إذن من حياة النبي صلى الله عليه وسلم 6 ولا شيء، عاش عمر طويل. ويبتدئ مع بموته عصر التابعين، لينتهي بموت آخر من رأى آخر من رأى من الطفيل. وقيل إنه خلف نشب إلاد، وينتهي عصره في حدود 400. الخلاف في تفسير القرن، كان القرن والقرن قيل 100 وقيل بل أقل منها من حول الثلث، وهو المعتبر عند من العرب من اللغات الكبار. وقيل لا، القرن ما حصل من الاقتران طبقة، ما حصل من الاقتران في الصفة، صفة المشيخة، صفة الإسناد، حل الصحبة، جاء آخر صاحب، آخر من رأى من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وآخر من رأى من رأى من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله عندي فيه إملاءات لكم في تعريف القرن، هل هو من الاقتران من ذكر الأقران، القرن بالصفة بالطبقة، أو من القرن بمعنى الاصطلاح في الزمن عند اللغويين، هل هو 100 أو 70، يعني 100 إلا ثلث، ولهم أجلة في ذلك. ثم جاء عصر تدوين، هذا أشار إليه سيدنا، تدوين هذه المرويات، فظهرت تفسير سفيان بن عيينة، وتفسير وكيع بن الجراح، وتفسير عبد بن حميد، وتفسير المفضل الذي أشار إليه، والمفضل المراد به ابن سلمة وليس الضبي اللغوي، المفضل ابن سلمة الكوفي، وعبد الرزاق، تفسير عبد الرزاق الصنعاني، وتفسير أبي بكر بن أبي شيبة الصنعاني أيضا. وفي هذه الطبقة نجد تفسير المنسوبة إلى علي بن أبي طلحة، وهو أفضل الطرق عن ابن عباس، وهو الذي اعتمده الإمام البخاري في كتاب التفسير من صحيحه، ما خرج عن رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه، وهذا من صحيح الأسانيد يعني. وسيدنا تفسير سيدنا عبد الملك بن عبد الرحمن بن شريج المكي، الذي قيل انه اول من صنف في التفسير، وهذا انتهت موته منتصف القرن الثاني 150 و100 للهجرة. ثم ظهر تفسير الكبير، تفسير ابن جرير، في القرن الثالث وبداية الرابع 610 توفي ابن جرير. هذا يقول فيه، هو من أجمع التفاسير التي قيل فيها التفسير بالمأثور، ولا نعني بالتفسير بالمأثور أنه يتحاشى التفسير بالرأي، أبدا، هو مريض بالتفسير بالرأي بشرطه، ولكن عمدته تفسير الصحابة أولا، وما ورد عن من سبقه من الأعيان الكبار، والذي قال فيه بإيجاز
حين قومه ابن عطية، فقال وابن جرير جمع وقرب وشفى، قومه بثلاث، وأنه سميها ثلاثي الاشتغال، ثلاثي المعالجة، مفسر بيعالج شو يشوفها ثلاثة، وهي التي هو إمامه في التفسير وسنة ابن جرير الطبري. قال جماعة اشتات التفسير، يعني التفسير كلها بأسانيد جماعات ما نقل، أولا ما نقل، ثم شفا في الإسناد، هكذا قال شفا في الإسناد، نظر في هذه النقول فحررها من جهة طرقها التي وصلت من أصحابها إليه، وكان مؤهلا لذلك. ثم قرب البعيد، ومرادنا بتقريب البعيد ما كان يريده من الشواهد اللغوية، شواهد الإعراب في تخريج الآيات وتخريج القراءات وتخريج المعاني التي تكثرت دلالتها، بل اختلفت أحيانا ليحاكمها إلى أصول اللغة وأصول أوضاعها بيانا حتى يحسمها في الموضوع. ثم انتقل من هذا، وحنا بعدها يكون في رتبته ابن أبي حاتم، لكنه دونه في تحرير المسائل وتقريب البعيد لغة وذكر الشواهد. ثم انتقل منه إلى النظر في مصادره في التفسير. سبقنا أن مصادر ابن عطية في التفسير الرباعي المعروف هو تفسير المهجوي مسمى بالتحصيل أو التفصيل، التفاسير المغربية هذه، وتفسير الهجاية لمكي، وتفسير الطبري الذي هو هذا الذي هذا مصادر التفسير في المحرري المهداوي زيد مكيهم المهداوي والطبري، شحال هادو ثلاثة، ثم شفاء النقاشي، ثم شفاء الموصلي النقاشي، شفاء الصدور للنقاش الموصلي، تفسير النقاش وكم له معه من نقاش، هل سيدنا النقاش أطال النقاش معه حين ينقل مروياته، كان يرد عليه في معظمها ويقول فيه كما في صاحب شنو ابن النحاس أبو جعفر في نسخه ومنسوخه، وهو أحد علوم التفسير الكبرى التي ترجع للرواية وبعضها للدراج، وهو معرفة الناسخ والمنسوخ، خصوصا إذا استحضرنا أن الناسخ كان يطلق في الصدر الأول على المخصصات، هذا نسخها معنى خصصها، هنا غادي يجينا العلاقة بين النسخ وبين التخصيص، يعني هذا كان الرفع الجزئي والرفع الكلي، هو أيضا يريد، ولذلك الاصطلاح له نسخها معنى خصصها. كتابه أبي جعفر في الناسخ والمنسوخ وكتاب النقاش يقول فيهما واستدرك الكثير عليهما، أو استدرك الكثير عليهما من العلم بالتفسير، كثرته روايتهما لي دون تحرير ودون تمحيص للرواية، علق قال وعلى سننهما مكيون في الهداية، أنه كان يقتفي أثرهما فالإكثار من الرواية دون نظر. ثم لما وصل إلى الزجاج صاحب المعاني معاني القرآن، وإلى أبي علي الفارسي صاحب الحجة، هذا ينظر في مفردات القرآن وهو جانب من تفسير مفردات الكتاب، وهذا ينظر في إعراب القرآن وهو أيضا جانب من جوانب التفسير، النبي يعرب عن المعاني الإعراب يعينك على فهم المعاني، من شيخ الله تبارك وتعالى حافظات للغيب بما حفظ الله، الله الله ما حفظ الله رواية الأكثرين بما حفظ الله رواية أبي جعفر من العسرة، اختلف التفسير كلا بحفظ الله الحافظات للغيب في غياب زوجهن يحفظن غيبته بتوفيق الله وحفظه، شكون هذه تقدر تحفظ الغيب تاع زوجها إلا الله وفقها، وهذا قراءة العامة قراءة الجمهور، قراءة بما حفظ الزوج الله، ما حفظ الله الزوج الله ما حفظ الله نبي ما حفظه والله، لنا أن حفظ زواجنا لنا في غيبتنا هو من أسرار الله في قدره، أنه يجيء ثمرة حفظنا لله تبارك وتعالى في غيبتنا، لأنك حين تغيب عن زوجك هي أيضا تغيب عنك
تغيب عنك وتغيب عنها. فإذا حفظت غيبة غيبة الله أنا غيب حفظته بغيب حفظ الله غيبتك عن زوجك فصينت بيتك. هذه بيتك يكون فيها من ترغيب ما ليس في قراءة في قراءات أخرى. وهذا حسي شوية قلنا الإعراب له صفات المعاني صفات حتى حين نجد الآية مثلا مسندة لما يسمى فعل مسند لما يسمى في رواية ومسند للمسمى في رواية مثلا وقد أخذ ميثاقكم قد أخذ ميثاق وقد أخذ ميثاقكم تعرف في وجوههم نظرة النعيم تعرف في وجوههم نظرة النعيم تعرف وجوههم نظرة النعيم تعرف حتى من هذه التي تبدوها كأنها متفقة أو متقاربة فيها أسرار فائقة في نظر البيان. تبينت الجن تبينت الجن اللي كانوا يعلمون الغيب قراءة يعقوب قراءة الجماعة بناء المشمى بناء غير المشمى ومع ذلك وقد يبدو وكان هذه الوان من من بناء للمفعول بناء للفاعل أشار لها في الدلالة أشار في الدلالة بين إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. سيدنا حمزة قدم القتل على يعني وقوع القتل عليهم يعني الشهادة على القتل منهم ليميز رتبة الشهادة بالتقديم هذا فيه تنبيه على رتبة الشهادة فيقتلون ويقتلون وفيه تنبيه على أن الداخل للجهاد لا يبغي ندر إليه بنية أن يقتل بنية أن يستشهد هنا وبذلك ومن هنا سر قوته سر قوته أن يركز على الشهادة لا على الإبادة هذا خصوصي سليم يقول الدين هذا نخليهم غير دمايات الله يديك الشد ارتفع شوية نعم كانت الإبادة مقصد مقصد الجهاد أبدا شو فإذا أدخنتموهم يعني أضعفت العدو يكفي فشدوا الوثاق الأسر أسر إذا أدخنتموهم فشدوا الوثاق وبعد بعد قاعد الأسر فإما من بعده وإما فداء بحسب نظر صاحب الإمرة هل يمن عليه دون أي شيء لدار القوة من جهة والشرف من جهة أخرى رسائل إلى الآخر من أننا خايفين منكم خذوا هؤلاء وإما فداء هذا تعويض ببدل إما فداء بفداء اطلقوا صارنا اطلقوا صاركم وإما ببدل مادي تقوية حسب الحال تضع الحرب أوزارها. الجهاد عندنا مش انفعال مش موقف غضب مش ما يسمي البعض انتقامات سخط ما عندنا هذه التوجهات بدايه المجندي يظل باخلاقه الاسلاميه حتى وهو مع السيف حتى وهو مع العدو. اسمحوا لي بعض مثلا الخريجات هذولهم اللي لابد القرآن يعلمنا بالاستدراءات استطراد لموجب حفظ المناشبة من النجابة جابوا معي إذن قلت عقب سيدنا ابن عطية رضي الله عنه ورحمه على من أدرك يعني من أخذ عنهم في تفسيره بسند أو ما يقاربه أو من مصادرهم التي انتهت إليه نسخها وكتابتها أن بينهم وبينهم نحو رجل أو رجلين في الإسناد فإنه قال في مكي بأنه على سنن النقاش والنحاس في أكثر الروايات ولذلك حين طبع الهداية في بلوغ الغاية الهجاية إلى بلوغ الغاية معناه اعتمد فيه ما هو عنوان الغاية في التصور عصره وهو النقل أنا نقل كثيرا وحسن الروايات غثها وشمنها وقال في الزجاج صاحب المعاني
وفي صاحب يعني أبو علي الفارسي صاحب الحجة بأن كلامهما منخول أو كلا الكتابين منخول. معنى منخول؟ في اختيارات فائقة، في خاضع للنخل، النخل يدل على صفاء الدخل، نخل اختيار، يدل الاختيار على عقل المختار. قل لواحد تعالى اختار، فاختار الأرداء، اش تقول لي؟ صافي دل الاختيار على العقل. يقول إذا مستواك هو هذا قلت له يتخير، هو يتخير الأسوأ والأرجع، وهذا يسمى بالشفيه. الشفيه فين جيبه؟ في سوء الاختيار. أتستبدلون الذي هو عندنا بالذي هو ربيطه مصرا؟ وش يقول السفهاء لما اعترضوا على الحكيم في تحويل تحويل القبلة إلى الأشرف والأجمع؟ ما هو الله وما القبلة، يعترضون على الحكيم فيما فعل. ثم عقب على كتاب المهدوي الذي هو التحصيل، خلاصة التفصيل أو التفصيل الذي هو أصله، فقال إنه متقن التأليف. تابوا ما يمشي عنده، أنا تلمذوا على شيخ ابن عاصية، أنا قررنا أن نلتزم هذا إن شاء الله في هذه الإهاجة، والربي تكون بابن عاصية. أش علق على هذه؟ قال متقن التأليف. وهو كذلك لما طبع في عصر مجلدات بدا أنه يأخذ المقطع من القرآن آيات عدة ثم يضع لها موضوعات يعنونها تحتانوي لغة اللغات أو اللغة الإعراب، أسباب النزول إن وجدت تعنونها، القراءات، هكذا منهجه هو منه قبل ابن عاصية. قال سيدي حسن التأليف يعني متقن التأليف هكذا. ثم جمع هؤلاء كلهم فقال وكلهم مجتهد مأجور. علاش مجتهد؟ لأن الاجتهاد أنا بشرطه حدود مستطاعهم، اتقوا الله ما استطعتم، أمرتوا بالتقوى وهذه عبادة وهي مأمور بها في حدود الاستطاعة، استطاعة المجتهد هي أهليته في باب النقل، في باب ما يرجعوا إلى العقل، كل شيء الأبواب كلها. قال وكلهم مجتهد مأجور. ثم زاد قال رحمهم الله يعني منزل الكتاب ونضر وجوهه. علاش الدعاة على التنظير؟ لأنهم أخذوا بسبب النضارة، لأن بيض الله وجوههم وجعلها منورة عنده، لأنهم نقلوا حملوا واشتغلوا على هذا المحمول اشتغالا في توصيل الهداية، توصيل الهداية، هداية هذا الكتاب في حدود مستطاعه، والتنبيه على وجوه الإعزاز بالكتاب. نقنا لكم شهادة مقاصد هي غاية ما يعمل له المفسر. تابوا معي مزيان، غادي يجينا واحد المبحث غادي نختموا به إن شاء الله المباحث من تتمة المباحث التسعة ولم ينبه عليه، وهو أغراض التفسير. وهذه تنبه لها ابن عاشور في مقدمة العصر من تفسيرية التحرير، وأورد لها مقدمة مطولة، ونريد أن نأخذ خلاصة حبناتي. أنا من أغراض المفسر هذه شوش أغراض الأول هو الهداية بهذا الكتاب، أن غاية ما تنتهي إليه ما تطلبه هو فهم خطاب الله، فهم مراد الله. وتعلمون ماذا يعني مراد الله من هذه الآية ولا من هذا الكلام؟ قد يكون نصا وقد يكون ظاهرا وقد يكون محتملا بشتى وجوه الاحتمال المذكورة فيما يفهم من نص الكتاب لغة وبيانا. ففي هذا يفهم بإيماء، وهذا يفهم بالاقتضاء، وهذا يفهم بالفحوى، وهذا يفهم بدليلها، وهذا لأن مآخذ الفهم في الكتاب كأن النصوص عليها ستة ومثلها من السنة ستة، فحصل أن هذه وجوه لمآخذ الفهم وفهم المراد من الكتاب والسنة وهي الاثنى عشرة. إن شاء الله تقروني بها باش نقولها لكم سروضا. الغرض الأول من تفسير الكتاب فهم خطاب المولى، لأنه فهم خطاب المولى فكان أوفى مطلبين وأولى الديريني رحمه الله. والثانية آيته الإعجاز، الآية التي تحرس الهداية هو إعجاز هذا النص الذي جاء يحمل الهداية،
والإعجاز له وجوه أظهرها وعلى هو الإعجاز البياني، لأنه لبيان الهداية نفسها. ما تقولش الهداية فقط الصغرى، الهداية في أبواب مختلفة، في باب العبادة بما يفهمك مقاصد التزكية، وفي باب المعاملات بما يفهمك مقاصد التعامل وأغراض الله فيما يشاء من شؤون العباد، مقاصد الفهم في أخبار الأنبياء والقصص السالفة وأخبار الكون وغيب الوجود القائم والآتي. فليست الهداية فقط هداية بالمفهوم البسيط، أن تهتدي إلى بعض العبادات وبعض الأحكام وبعض الحكم. الهداية بساعتها تشمل كل هذه العوالم وتغطي كل موضوعات الكتاب، فقصصه هادية وأمثاله هادية وأوامره ومناهي هادية ووعده ووعيده هاد، وأنباء غيب الذات المعارف الإلهية روض الإلهيات في الكتاب هاد إلى عوالم من المعارف. إذن غرض الناظر في التفسير واستخلاص هذه الهدايات بحسب ما يقدر عليه. ولذلك العنوان تاع النظر اسمه عندنا في الكتاب اسمه تدبر، اولا الصيغه شد على التدرج، على التدرج ان هناك بصدد امور فيها مدارج وارتقاءات، ما كيمش صد عتبه صغيره قفز عليها باليسر. وثانيا انه مدخل للتعمق في الفهم، لان التدبر ماخوذ من الادبار، وأدبار الأشياء هي خاخرها أن تنظر في الآيات إلى ما تعطيه دلالتها الأصلية والتبعية وتبع التبعية بالشرط. الذي جينا إن شاء الله في شرط ما يسمى البعض بالتفسير الإشاري وقبوله بالشروط، وهذه الشروط تنفعنا أيضا في حدود نظر التدبر إن شاء الله بالإجمال. ولا نستطيع أن نحد البحر أبدا، قلوا كان البحر مجازا لمعاني الكلمات، لمعاني كلمات يا ربي، أحد تفسيرين في الآية سلفا وخلف لن نفيد البحر. ومعنانا قبل أن تنفدك كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، بحر مجاج وانت تكتب تفسير هذه الكلمات ولن تنتهي لمعنى هذه، معناها إن كان كمها معدود والفهم فيها غير معدود، فهذا رجع إلى عمق ما تكتنجه هذه المعاني وهذه الكلم من أرصدة العطاء واللطف الخفي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من رسالة المسلمين. آمين. الحمد لله رب العالمين.